ثلاث أسباب رئيسيين. السبب الأولاني العنصر البشري واختيار الكوادر في المناصب المختلفة باختلاف الدرجات الوظيفية والاستثمار فيها والتدريب وعمل خطط قصيرة وطويلة الأجل. العنصر الثاني الشراكة مع الهيئة القومية للبريد والتواجد عن طريق البريد. العنصر الثالث الوصول إلى العملاء عن طريق انتشار الفروع وعن طريق دراسة معمولة للفروع. نحن هنستثمر في التكنولوجيا المالية في الفترة القادمة، هندخل منتجات جديدة، أنشطة مختلفة، مثال كنشاط التأجير التمويلي، نشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة. والله أنا شخصياً مبسوط جداً بتواجدي وتواجد الشركة في المؤتمر، فرصة لاكتساب وتبادل الخبرات المهنية في هذه الصناعة، ويمكن إحنا دخلنا رعاة للمؤتمر كراعي لاتيني للمؤتمر، ودي فرصة لتواجد تمويلي على المستوى الدولي والإقليمي. شكراً لفريق العمل وشكراً لزملائي في الشركة وبمجهود الناس كلها، احنا متواجدين عشان نخدم الصناعة ونطور فيها.